أجبرنا وباء كورونا على تعديل نمط حياتنا بالكامل، معظمنا حبيس منزله ومنعزل عن الآخر، ما أدى إلى حرماننا من ممارسات روتينية اعتدناها كالتسوق ولقاء الأصدقاء والاجتماع مع العائلة وحتى الذهاب إلى العمل. وقت حاول كثيرون استغلاله لنشاطات منزلية، وآخرون وجدوا فيه متسعاً للراحة والهدوء بعيداً عن ضغط الحياة، لكن لا يختلف أحد في أنه وضع تفاصيل حياتنا قبل كورونا تحت المجهر ودفع كثيرين لإعادة ترتيب أولوياتهم في الحياة. فهناك من قرر ادخار المال خوفاً من فقد العمل مستقبلاً، وهناك من اتجه إلى الاستمتاع بكل ثانية في حياته. بعد كورونا ليس كما قبله، فمع تخفيف إجراءات العزل في معظم دول العالم بدأ الناس يرتبون لقاءهم الأول مع العالم وعودة الحياة إلى طبيعتها بحزمة قرارات جديدة جلها يسعى إلى جعل عالمنا أفضل صحياً واجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى مفاهيم مختلفة حول العائلة والأصدقاء والحب وغيرها من الأساسيات الإنسانية. فكيف أثر الحجر الصحي وما رافق انتشار فيروس كورونا من تهديد لحياتنا على تفكيرنا؟ وهل تغيرت خططنا المستقبلية حسب المعطيات الجديدة أم لا؟